طلع امبارح الصبح، اعتقد امبارح الصبح، امبارح الصبح. وخليني اقول لك كل مصدر ياخد حقه، وانا هنا عندي بدي الناس كلها حقوقها. امبارح الصبح اول واحد في الوطن العربي يطلع موضوع كهربا ان هو الزمالك مش هيشتكيه دلوقتي هو كان معتز الشامي. ومعتز الشامي ما عملش لايف، ده كتبه في جريده اللي هي اسمها الاتحاد الاماراتيه اللي هو شغال فيها، نزل مقال والناس كلها خدت اللي معتز قاله وقالوه على صفحاتهم وقالوا انفراد. ده عيب، ده عيب. ما عيب لما تجيب حاجه دي اسمها سرقه، عيب لما تجيب حاجه. معتز منزل القرار او الصياغه او الخبر او الانفراد على جريده الاتحاد الاماراتيه، على الموقع بتاع جريده الاتحاد الاماراتيه، فعيب لما تيجي تقول انفراد، عيب لما تيجي تقول انفراد. طيب ايه بقى اللي اتقال في هذا المقال؟ اللي اتقال ان الزمالك المفروض يشفي كهربا يوم 11. وكمان اتقالت نقطة مهمة قوي هرجع لكم ليها، اللي هي بتاعت ماتش النهائي، بس خلينا نمشي خطوة خطوة. اتقال ان الزمالك يعني المفروض يشكي كهربا ابتداء من يوم 11، عدى 10، الزمالك يبعت للفيفا انا ما خدتش فلوسي وبأطالب بإيقاف اللاعب، يبدأ الفيفا تبص اوقف كهربا 6 أشهر. المقال بقى فيه ايه؟ المقال فيه ان الزمالك بيفكر بدل ما كهربا يتوقف، ركز بقى في الكلام اللي جاي ده، اهم كلام في اللايف وانت بتعمل لايك وشير كده، اهم كلام في اللايف، ان بدل ما كهربا يتوقف 6 شهور من الفيفا، طب ما يتوقف 8. ازاي الزمالك يسيب كهربا خالص من يوم 11/6 وما يقدمش للفيفا انه هو عاوز يوقف؟ هتيجي لجنة الاستئناف الحكم بتاع الاهلي يوم 25 في اخر الشهر ده، القضاء الاداري هيقول انا ماليش اختصاص، انا مش جهة اختصاص، يبدأ الموضوع يرجع للجنة الاستئناف توقف كهربا من 6 ماتشات ل8 ماتشات، يعني يتوقف في حدود 1.5 شهر. فالزمالك يسيبه يتوقف محل 1.5 شهر ويقعد يتفرج عليه كده، يجي 1.5 شهر او 2 شهر بتوع الايقاف المحلي يخلصوا، يجي نادي الزمالك يبعت للفيفا يلا يا حبيبي خد كمان 6 شهور اللي هم الايقاف الدولي، فيبقى كده كهربا توقف 2 شهر محلي وتوقف 6 شهور دولي، يعني اخد له 8 شهور، اخد له 8 شهور. انت دخلت على الموسم الجديد ويعتبر نص الدور الاولاني كهربا مش موجود معاك. ده الكلام ده امتى؟ لو بكره وبعده ما دفعش الفلوس. اغنيه الفنان عبد الحليم حافظ عشان نبقى حافظينها النهارده كده، نقعد نغني بكره وبعده واللي وعدني هيوفي بوعده، كلنا نقعد نغني كده. فالزمالك او المقال اللي كتبه معتز بيقول الكلام ده. طيب هل بقى السؤال بقى اللي انا مش ناسيه رجعت له تاني؟ بص يا سيدي، الزمالك خلينا اتكلم معاك بصراحه، الزمالك المفروض يوقف كهربا قبل ماتش النهائي، وكهربا المفروض ما يلعبش ماتش النهائي. هل الزمالك يقدر يعمل كده والزمالك هيسيب كهربا عشان الخطة اللي قالها معتز الشامي دي؟ لا لا، الزمالك لن يستطيع ايقاف كهربا في مباراة النهائي. خليني اقولها لك تاني، الزمالك لن يستطيع ايقاف كهربا. ليه؟ اخر يوم في المهله. ما انا خلينا اكلمك بصراحه، احنا زملكاويه وبنحب الزمالك وبندعم الكيان، ولكن احنا في السوشيال ميديا ناس معينه في من يعني من سوشيال ميديا الزمالك ما بتضحكش على جمهورها، بتقول له المعلومه الصحيحه. كهربا المهله بتاعته هتنتهي يوم 10. المهلة هتنتهي امتى يا رجالة؟ يلا يوم 10. الزمالك المفروض يشتكي يوم 11. تاني، مهلة كهربا هتنتهي يوم 10. الزمالك المفروض يشتكي يوم 11 الصبح.
هل الزمالك يوم 11 الصبح يبعت الشكوى للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي الصبح والماتش بالليل بتاع الوداد؟ هل هيلحق الاتحاد الدولي ولجنة الانضباط ترد على الزمالك في نفس اليوم؟ يعني الزمالك يبعت الشكوى الصبح ترد لجنة الانضباط العصر والماتش بالليل فكهربا ما يلعبش؟ اعتقد صعب جدا، ممكن ولكن مش عايز اقولك تكاد ان تكون مستحيل، تكاد ان تكون مستحيل، انا بكلمك بالصراحة مستحيل الزمالك يبعت الصبح ولجنة الانضباط ترد العصر كده الساعة 3-4 واللاعب ما يلعبش بالليل، الماتش يبقى الساعة 9-10 بالليل. صعب صعب، ولكن ممكن ممكن يحصل. برضو هقول لك هي صعب ليه، اعتقد ان بيكون في زي الاجازة، يعني في اوروبا عامة بتكون الاجازة سبت وحد، فيوم الحد اعتقد، وهذه ليست يعني مش باكد المعلومه ولكن وجهه نظري، يعني انا ما اعرفش ولكن دي وجهه نظري، انا الحاجه اللي انا ما اعرفهاش بقول لكم دي مش معلومه. يعني اعتقد ان يوم السبت والحد بيكونوا اجازه في اوروبا، واعتقد ان بيكون في زي اجازه في الفيفا يوم السبت والحد، فحتى يوم الحد الوقت مش هيسعفك انك توقف كهرباء، الوقت مش هيسعفك انك توقف كهرباء، فكهربا بنسبة كبيرة الزمالك حتى لو عاوز يوقفه مش هيلحق، مش هيقدر، لا الزمالك يقدر ولكن مش هيلحق، الا بقى يعني لو الفيفا قاعدة كده فاضيين ومستنيين الزمالك يبعت الصبح يبعتوا الكلام ده. طيب ولكن نادي الزمالك زي ما معتز قال وزي ما نزل في جريدة الاتحاد الاماراتية ان الزمالك هيكسب الشهرين، مش هشتكيك دلوقتي، الزمالك هيقعد عامل كده ويسيب الشهرين المحلي اللي هو بتاع لجنة الاستئناف هتوقفه، خلاص يا حبيبي بلعت الشهرين تمام، لسه بقى يبدأ يفوق من الشهرين، تعال خد لك ستة، وكهربا لو توقف ست شهور باي 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 باي، حتى لو دفع باي باي. السؤال قبل ما نختم، السؤال قبل ما نختم ولازم تردوا عليا في التعليقات، احنا بندردش مع بعض ان شاء الله قريب، قبل ما اقول لكم السؤال احتمال بفكر نعمل مداخلات تليفون نتكلم مع بعض على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، يوم على الفيس ويوم على اليوتيوب، فالناس اللي بتتابعني على الفيس تروح على اليوتيوب نفس الاسم ونفس الصورة بتاعة الصفحة على اليوتيوب، والناس بتاعة اليوتيوب تروح على الفيسبوك، عشان هعمل يوم على الفيسبوك ويوم على اليوتيوب، هنفتح مداخلات تليفون ونقعد نتكلم مع بعض وكده يعني. المهم السؤال بقى لحضراتكم، هل تتوقع يعدي أربع بكرة وخميس وكهرباء الغرامة ما تدفعلوش؟ هل تتوقع ذلك؟ طب هنفترض ده حصل، هل ده، انا بفكر دلوقتي بصوت عالي، هل ده بالاتفاق مع الاهلي وكهربا هما متفقين على كده، ولا كهربا هيتفاجئ يوم الخميس العصر بعد ما البنوك تقفل ان الاهلي باعه؟ اعتقد ان الاهلي مش قد الجرسة بتاعت كهربا، عارف في المناطق الشعبية بدل ما يقولك انت فضحتني يقولك ده انت جرستني، هل الاهلي قدام جرسة يقدر على جرسة كهربا ولا مش هيقدر على جرسة كهربا؟ رأيي الشخصي وعبال ما تردوا عليا، الاهلي مش هيقدر ان كهربا يجرسه ويفضحه، واتوقع ان الغرامة بكرة ما اعتقدش ان هيستنوا الخميس على بال ما الفلوس تسمع وكده، ما اعتقدش ان هيستنوا الخميس. وفي نقطة مهمة خليني اقولها لكم، كويس ان انا افتكرتها، في نقطة مهمة قوي، يعني اللي خرج من اللايف ندم، اللي خرج من اللايف ندم، هل ممكن
واتمنى ان يكون معتز الشامي بيتفرج على الفيديو ده، لان السؤال ده انا بوجهه ليه، لان هو اللي هيعرف يرد. هل ممكن محامي كهربا يبعت للفيفا يقول لهم انا عاوز ادفع غرامة الزمالك ولكن حسابات الزمالك في البنوك محجوز عليها؟ تاني عشان اوريك ان اللي قاعد بيكلمك ده الحمد لله يعني ايه. هل ممكن يلعبها كهربا من هنا يقول انا عاوز ادفع ولكن حساباتهم مقفولة فانا مش عارف اعمل ايداع، انا ماليش ذنب، العيب من عنده؟ هل ممكن يبقى كهربا يعدي اربع وخميس وما يدفعش الغرامة ويجي يتوقف يروح المحامي بتاعه مقدم يقول انا عاوز ادفع ومعرفتش حساباتهم محجوز عليها في جميع الحسابات؟ ما هو الزمالك زي ما الاستاذ بيقول ممكن يكون بعت ارقام حسابات جديدة اتعمل لها بلوك، لان لما وزارة المالية والضرائب حجزوا على حسابات نادي الزمالك الاول كان الحساب اللي محجوز عليه بتاع بنك مصر بتاع ممدوح عباس. الزمالك لما قال له وزارة المالية، ودي الغلطة الكبيرة اللي عملتها مجلس إدارة نادي الزمالك، الزمالك لما قال له وزارة المالية والضرائب تعالوا احجزوا وخدوا الفلوس احسن ما ممدوح عباس ياخدها، جت وزارة المالية والضرائب حجزت على كل حسابات نادي الزمالك، والبنك المركزي عمل بلوك على كل حسابات نادي الزمالك. هل الزمالك لحق نفسه وبعت حساب الرابطة؟ بعت حساب الرابطة ومش اتحاد الكوره، يعني الزمالك مش هيبعت حساب اتحاد الكوره، لان الزمالك في مشاكل مع اتحاد الكوره، هقولها لك بالليل. بالليل في لايف تاني، هحكي لك الكواليس. هل الزمالك مفيش قدامه غير انه يستقبل غرامه كهربا الا على حساب رابطه الانديه؟ فهل كهربا هيخلع من الغرامه بهذه الطريقه ولا لا؟